يعني تقريبا بقي عليه ربع ساعة، لأن الشمس بقي عليها ربع ساعة وتغرب، فإذا غربت الشمس ويعني تراين الهلال فوق الأفق هنا تثبت الرؤية، تثبت الرؤية. لكن إذا كان القمر سبق الشمس فيعتبر الشهر كامل، والله أعلم في ماذا يكون هذا اليوم. نعم، تبوك تعتبر آخر منطقة في المملكة العربية السعودية تغرب فيها الشمس، وهي آخر منطقة يتم رصد الهلال من خلالها. نعم صدقت، تبوك تعتبر آخر نقطة لمغيب الشمس، وبين شرورة ورأس الشيخ حميد تقريبا ما يقارب ساعة ونص بينهما في مغيب الشمس. ولذلك يعني وضعت هذه اللجنة لأن تبوك تعتبر آخر نقطة تغيب فيها الشمس لعله يرى من هذه المنطقة. هل الأجواء مؤثرة عليكم شيخ صالح من خلال عملية الترائي؟ كيف الأجواء اليوم بالنسبة لرصد الهلال؟ الأجواء لها دور كبير جدا، سواء وجود السحب أو القطرة أو الغبار، والآن فيه يعني غبار أو عجاج مصحوب بالتراب، فحتى لو وجد الهلال قد يتعذر رؤيته والله أعلم. لكن أحيانا تكون الغيوم شديدة ثم تحصل فجوة أو كذا ممكن يرى من خلالها، ولله الحمد. الآلية المتبعة في رصد الهلال؟ الآلية المتبعة بعد ما يثبت في اللجان عموما، سواء اللجنة هذه أو غيرها، ومع يعني موجود قاضي ولله الحمد يثبت هذه شرعا، ثم ترفع إلى المحكمة، ثم ترفع إلى المحكمة العليا، ويصدر فيها بعد موافقة المقام السامي دخول الشهر أو إتمامه. نعم الشيخ صالح الراشد عضو لجنة الأهل ومترائي، شاكرين تواجدك معنا. وأنا أشكركم الحقيقة على هذه الوقفات، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن ينفع باللجان، وأن يتم لنا شهر رمضان، وأن يتقبل منا صيامه وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد. شكرا شيخ صالح. شكرا لك. نعم يحيى، كان هذا حديث ضيفي حول مرصد تبوك وأيضا اللجان وعمل المترائين. ما زال الوقت مبكرا بالنسبة لمرصد تبوك إعلان رؤية هلال شوال أو تعذر رؤيته، ما زال هناك يعني وقت لغروب الشمس. وكما ذكرنا مع ضيفي، منطقة تبوك أو مدينة تبوك هي آخر مدينة في المملكة العربية السعودية تغرب فيها الشمس، تغرب فيها الشمس بفارق يعني ساعة ونص عن جنوب المملكة، فارق كبير بين مناطق المملكة في غروب يعني الشمس، يعني ما بين الرياض وتبوك تقريبا 20 دقيقة. ما زال أمامنا حتى غروب الشمس تقريبا ربع ساعة، من هنا حتى ذلك الوقت سوف نتابع مع لجنة الأهل والترائي عملية رصد هلال شوال. نعم زميل محمد الرحيل، بقي ربع ساعة كما ذكرت، وسنبقى معك وتبقى معنا لرصد آخر الدقائق وما تصل إليه الرؤية في منطقة تبوك التي تمثل آخر منطقة يمكن رؤية الهلال فيها في المملكة العربية السعودية. سنعود إليك وإلى كافة الزملاء. إذن ما تحدث عن أحد الضيوف قبل قليل هو نقطة هامة حقيقة فيما يتعلق بمن يحرصون على نقل الأخبار والسبق الإعلامي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإثارة اللغط والبلبلة في أوساط المجتمع. فيما يتعلق برؤية الهلال هي أمر يعني يمر بمراحل تنطلق من ثوابت دينية وتنظيمية من خلال المحاكم، من خلال اشتراط يعني كفاءة الرؤية وحدة النظر والعدالة أيضا، ثم بعد ذلك تسلسل تنظيمي يتعلق بالرفع إلى المحكمة العليا ومن ثم الرفع إلى الديوان الملكي ليتم الإعلان بالإثبات أو النفي. ف إثارة خبر هنا أو هناك قد يثير البلبلة دون فائدة حقيقة. إذن نعود إلى الزميل عبد العزيز الموينع من المحكمة العليا وآخر الأخبار لديه وما ورد إلى المحكمة في الدقائق الماضية.
نعم، أهلا بك من جديد زميلي يحيى. طبعا كما ذكرنا لا تزال طبعا إلى الآن عملية إرسال طبعا الشهادات بالنسبة طبعا للمترائين في المراصد الفلكية مستمرة. تبقى فقط كما ذكرنا بالنسبة طبعا لمرصد المدينة. Al dinero en Colombia le decimos el billete. En Guatemala dinero se dice pisto o se dice marmaja. El pisto es el dinero. Este está